كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. المهم يلا ساليت معكم لا فيديو اللي شفتوا البارح، غنبدا لكم هادي عاوتاني. اليوم يا لالا يا لالا عندي لاصال وخصني نوجد كلشي، وخصني نمشي لاصال، وخصني نجي نلقى العشاء ديجا واجد، يعني ديجا خصني نكون موجده العشاء. واختكم اليوم تشهد الحريره، حريرتي حريره. غادي نمشي نجيب الكرافت، ما عنديش في الكونجيلاتور نورمالمون، نو سيليا نورمالمون ما عنديش كرافت في الكونجيلاتور سالا ليا، غادي نمشيو باش نجيبوهم من المارشي، وعاد باش نجي باش نصب الحريره. نو سيليا غطيحيها ماما حبيبه، نو ماما. المهم غنمشي نجيب الكرافت، وشنو اخر خاصني؟ قال الكرافت والعدس. خرجوا ويبان البلان، خليكم معايا. وخرجنا سيليا، سيليا جات للشمس وعينيها تقرقشوا. حنا غادي لداك المارشي لهي، مارشي واش تيبان ليكم، باش ناخدو اختي داك الشيء اللي خاصنا، ناخدو اختي الكرافس. نمشيو ناخدو كرافس ونشوفو المطيشه واش وصلت لعشرين درهم ولا مازال. وانتوما معانا عاديا. إنه تمساح بيلوبون كينغ، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا، متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. لا تدعوا مظهرها يغشكم، فهذه العصابة لا يمكن التنبؤ لها. Yeah.
يلا سيليا سيليا يلا نوض شوف 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 يلا 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 واحد ثاني 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 يلا يلا عند خواوي يلا يلا تفرشات تفرشات شفتي لي كنت راهي ما معودش تلعب بحال هكا حرام لي تقلبت ضربت هكا ورجعت لي تجي هوب 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 يلا هوب 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 يلا يلا اللي بكبر منها كنا شدينا بالصباط يلا سيليا يلا يلا سيليا يلا ماما يلا هذيك البنت هذيك السيد بارك الله اللي منزل يلا عاوتاني يلا يلا نجم متحشمش يلا يلا هزي لهزي هزي لهزي هزي لهزي يلا هزي لهزي هزي لهزي هزي لهزي 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 نو نو سيليا لا ماما لا 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 نو بابا نو والو وراشي هذا الكادو ديال اختي بهيجة وقالت لي والو هذا هو الكادو الاولاني قالت لي هذا هو اللي زوين ايوا حنا نشوفو بسم الله خلاها شنو كيقول قال ليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم المهم انا غير ما يكونش سرق الزيت كلشي زين انتي قلتي لي كتعجبك شي حاجه حمراء كتعجبني شي حاجه المهم انا جات لك واحد الكادو غادي يعجبك وزوين والله حتى زوينه فراسك احسن فاكهه عندي هي الفريز صح احسن فاكهه كنحط حدايا صندوق ما نوضش من حدا تسالي شكرا هانتوما الكادو الاولاني نزيد الكادو الثاني هذا كي ضحكتي معاك اختي رشا هذاك الكادو ديال وزوين فريزه زوينه المهم هذه الاخ سميتي زوين الله يعطيك الخير شكرا رشا نخليها يا اختي نديرها في حالك ونخليها صحتك تنكون غدا لاصق هذا بورتك لي شكرا بزاف نديرو في السالو تاع عندي اي لاف يو اي لاف يو تو خلاها كبور اي لاف يو شنو مازال وهنايا واو يا سلام شكرا ربي يخليك بليغه يا لالا رمضان جاي دابا خاصني بلاتي انا عادي شرا ليا عبايه وانت شريتي ليا بلغه وكي خاصني جلابه فهاد اللون دابا نجيبوها لي كنلبس جلابه ولكن غنشري جلابه فهاد اللون الله يعطيك الخير شكرا زوينه الصراحه هي بهيجه اللي بغات نقشها البنات بهيجه راه تبارك الله نقشها غنحط لكم هي اللي نقشات ليا على فكره المهم راه نحط لكم فيديو ديال الحمانه يلا يعطيك الصحه وشكرا بزاف على الكادو بارك الله فيك ان شاء الله ربي يسعدك الخير ربي يخليك لي طول عمرك نحط لكم لاشين ديالها لتحت باش اللي بغات مساعدين عوده ومساعدين عوده باش اللي بغات تنقش سواء في النواحي ديال التماره الرباط اي حاجه راه تقدر ديبلاصي زعما التماره ولا شي ما عندهاش مشكل وغنحط لكم الفيديو ديال الحنه اللي صايبات ليا هنايا غنحط لكم فيديو صغيره باش تشوفوها وهانتوما معنا في هذا الفيديو وقيله 11 ديال الليل وصافي غادي نمشي ناخذ واحد الدوش صراحه حيت ليا البيجامو ناخذ واحد الدوش باش نمشي نرتاح في بلاصتي عييت بزاف وخا اليوم الصراحه راه اول مره في عيد ميلادي زعما ما كنفيقش بكري وما كنحتفلش كاين لا صداع لا نشاط لا قربه لا والو
رجعنا للدار ودابا خصكم مهدو، ودابا غنمشي ناخد واحد الدوش ونلبس عليا شي بيجاما اخرى باش نهز ونرتاح. ولكن اول حاجه غندير واحد الغسله فركه لهاد الوجه هذا، وندير ليه فيتامين او ولا ندير ليه فيتامين سي باش حتى لابو كترتاح ولا الساغن كيرتاح وكل شيء. المهم اليوم عييت صراحه، واخا صبحت ناعسه اليوم، فقت الصباح فاش فيقني عادل وديك السوربريز ديال الكاطو داكشي من وراها. الصراحه فاش تغدينا، حيت الغدا كوموندا غير من هنا برا، تغدينا ورجعت عاوتاني تكيت. من بعد فاش قال لي يلا نخرجوا صافي، ما حيت صراحه مع هاد العام ما احتفلناش، ما كاين لا صداع لا نشاط لا حتى شي حاجه. صافي قررت ما نحتفلش وصافي، ما اخلاق بور ما كاينش معامل. المهم قررت انني ما نحتفلش هاد العام، مي بصراحه اصدقاء اللي هما الاصدقاء الحقيقيين وصراحه اللي كيعقلوا على انك انت وقفتي معاهم بزاف ديال الامور، واللي ما كتنساهمش واللي كتفكر لهم حتى مناسباتهم وداكشي. جاوني دي كادو، كنقول لهم من هاد الفيديو هادي شكرا بزاف 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 بزاف، اي واحد فكرني ولو كلمه طيبه، شكرا اللي صيفطوا لي لي كادو، شكرا لكم بزاف والله العظيم، وشكرا للناس اللي كانوا واجدين لي سوربريز صراحه ما مشيتش سمحوا لي، حيت كانوا شي اصدقاء واجدين لي سوربريز صدقت انا ما مشيتش هذاك النهار بالضبط لديك البلاصه اللي كنا دايرين نتلاقاو فيها، كان عندي واحد تصوير في كونت اخر. المهم صافي هادشي اللي بغيت نقول، وسنة حلوة يا أنا، وإن شاء الله بالأفراح والمسرات ليا يا ربي. هذا ما كان شنو كنت نقول لكم آخر، صافي هذا ما كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم، كنتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم، وخا فيه شوية 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 نقدر نخلي لكم حتى لي ستوري ديال الانستغرام، حيتاش ما فلوغيتش أنا داكشي اللي كيصور عادل وصافي فحال هكا لقطات وصافي. حيت ما كناش اولين زعما نصوروا فلوق ولا شي حاجه، كان غير مر هذا النهار مرور الكرام بحال اي نهار وصافي، مي هو زعما بغا يدير لي مفاجاه صغيره. وهذا ما كان بالنسبه للكادو ديال عادل، زعما كاينين كادوات هما الصراحه، كاين كادو اللي هو المهم مكلف شويه، اللي شي حاجه اللي زوينه الصراحه، معرفتش ما نقدر نقول شنو هي ولا لا. المهم صافي خليها من بعد. وكاين لي كادو لي هما شي حاجه ديال التجميل، عباية بالنسبه لرمضان، راجلي بغاني نولي مؤمنة في رمضان. المهم بزاف ديال الحوايج الصراحه، وكنقول ليه شكرا من هذا المنبر. هذا ما كان، وشنو اخر صافي. دابا غنمشي الناس، نمشي اختي الناس، مشي نن يا اختي، يلا تهلاو في راسكم، نمشي نغسل وجهي وندير ليه كيف ما قلت لكم فيتامين سي ولا فيتامين او، مشي ناني.